بناء الحياة الإنسانية من دور الاحترام وال يعني من منظور القيم الإنسانية التي تحفظ للمجتمعات الحياة الكريمة والآمنة، وكذلك العادلة أو التي تحقق فيها العدالة. السلام اللي أريده، أشتي السلام اللي يكون فيه توزيع عادل للثروة، أشتي السلام اللي يكون فيه توزيع عادل للسلطة، أشتي السلام اللي يكون فيه مشاركة لجميع الفئات، عشان ما يجيش يوم من الأيام واحد يشعر إنه مغلوب ويقوم يعمل أي عمل ما يفكرش فيه في البلد هذه. أشتي السلام اللي بعدين أقدر أحقق فيه تنمية مستدامة لهذا البلد. أشتي سلام يكون سلام حقيقي، كل مكونات المجتمع ممثلة، نساء، شباب، أقليات عرقية، أقليات دينية، نعيش بكرامة. الإنسان ما يشعرش بالسلام، ما يشعرش بالأمل إلا ما يوصل إنه وصل إلى مرحلة التشبه في الكرامة. نحن إلى الآن نشعر نحن مسلوبين هذا الشيء. السلام دائما ممكن آخرين يربطونه في مفاهيم أخرى مختلفة، لكن يعني أشعر أنه الكرامة اللي هي كرامتي في العيش، كرامتي في أنني أخذ ما أريد وأخذ حقي، عند قدرتي على الحصول على هذا الشيء حوصل للسلام. السلام اللي أنا شده أني ممكن في يوم من الأيام أخرج ألاقي بنتي تخرج وابني وابن الجيران ويروحوا للمدرسة ويرجعوا ومن غير خوف، من غير ما أخاف أنه ممكن يحصل لهم حاجة في الطريق ولا لا. مهما اختلفنا نتفاهم، مهما اختلفنا نتكلم. السلام بمعنى أكبر بك بعيوبك.